ناسي اسم الهرمون. الشاهد من الموضوع هذا الهرمون ما يزيد إلا بالحضن يا سلام. عند المرأة، وهذا الهرمون هو اللي يساعد المرأة على الهدوء والاسترخاء. يا سلام. نعم يا سلام. تمام. هذا الهرمون كل ما ارتفع عند المرأة شعرت بالهدوء والاسترخاء، كأنك بتاخذ شاور دافي. كيف تسترخي؟ تمام، بالحضن عند الزوجة. لما الزوج يحضن زوجته، تمام، تبغى أي شيء من زوجتك حطها كده في حضنك، تمام، وقول لها أبغى كذا وكذا وكذا، تقول لك حاضر من عيوني الثنتين تعطيك إياها. معقولة يا دكتور؟ والله يا دكتور. وأي شيء تريديه من زوجك، تمام، احضني وحسسي على شعره وعلى أكتافه بهذه الطريقة. أبي بيت، أو أبي على سيارة، أبي ذهب، أبي إذا عنده إمكانيات. طبعا إذا كان عنده إمكانيات ما تطلبي أنت كمان الحاجات اللي تمام، ولكن أبعد عن الزن. طبعا الزن هذا تعرف أقول لك على